ألف مبروك للنادي الأهلي. معايا المهندس خالد مرتجى. يا باشمهندس حبيبي يا شبانة، تعالوا نكسب تعالوا نكسب أفريقيا، تعالوا نكسب أفريقيا ونغني معاهم يا شبانة. ده هاشتاج هنحطه للعيبة النادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي ولإدارة النادي الأهلي والجهاز الفني ولكل الإعلام، تعالوا نكسب أفريقيا بإذن الله تعالى. ربنا يكرمنا، احنا عندنا يعني نفق كان دمه تقيل شوية، بس أنا عايز أقول حاجة، يا رب سبحانه وتعالى بالجمهور ده، شوف اديك شفت الاستاد كان عامل ازاي. والله يا محمد الجمهور النادي الاهلي ده، الجمهور العظيم ده هو اللعيب رقم واحد، والكوره بدون جماهير زي العرس بدون معازيم زي ما بيقولوا. مظبوط. ولازم لازم يا محمد نشكر السيد المحترم اللواء وزير الداخليه، لان اكثر واحد سيادة اللواء محمود توفيق، تمام، سيادة اللواء محمود توفيق مع الاجهزه الامنيه، الحقيقه الامن الوطني والناس المحترمه دلوقتي، في ناس جديده في الامن الوطني الحقيقه، ناس على قدر المسؤوليه وناس يعني الحقيقه بتحب البلد وبتحب ان الشعب يبقى مبسوط. اديك شفت الشعب طالع ازاي مبسوط، اديك شفت الاهلاويه والحاله المزاجيه بتاعه البلد كانت ازاي لما نادي الاهلي يكسب، والناس كلها طالعه مبسوطه، بتشيل هموم كتير قوي، بتشيل غلا، بتشيل كل ال الصعوبات اللي الواحد بيعيشها في الغلا اللي احنا عايشينه. الناس بس تفكر هتلاقي والله النادي الاهلي ده يعني سبب رئيسي في اسعاد الشعب المصري عامه يعني، والجمهور الاهلاوي خاصه ان شاء الله. طب ربنا يكرمك. انا هسالك سؤال وتجاوبني بصراحه. انا طلعت هنا على الهواء وكلامي موثق، انا قلت الاهلي 3-0 وراهن في هذه المباراه، وجبتها خد بالك من الكنترول، وقلت يا جماعه ولا يهمكم يروحوا اتبسطوا، الاهلي خلصانه خلصانه بشياكه 3-0. انت كنت متوقع كام بالامانه قبل المباراه؟ 4-0 بالامانه كنت متوقع. بقول لغايه اخر لحظه كان العمري جنبي ومحمد شوقي، يا جماعه انا عايز 4-0 مش عارف. بس اقول لك حاجه، احنا مضيعين يعني، احنا مضيعين 3-4 اجوان في الاول، ما يضيعوش طبعا. كهربا مضيع جولين لوحده في الاول، اول 10 دقايق. كهربا يعني الحقيقه لازم نشيد بكل اللعيبه، كهربا والشحات لما نزل طبعا، وبيرسي تاو طبعا، ومروان عطيه ومحمد عبد المنعم وشناوي ومحمد ومعلول ورامي كله الحقيقه الناس كلها يعني رجاله رجاله رجاله، وكلهم يعني شوف اما بتلعب قصاد الجماهير دي انت بتحرك الجماهير، بتحرك الصخر، بتحرك القلوب كلها. ان شاء الله باذن الله تعالى الماتش ده يكون هو زي ما بنقول الرصيف او البلاتفورم اللي احنا بنرجع بيه الجماهير. خلاص بقى عايزين ننسى خالص ان احنا نلعب من غير جماهير، لان صدقني يا محمد ان نهضه كره القدم وارتفاع لمصلحه المنتخب مصر، مش هقول لك بس النادي الاهلي، مصلحه منتخب مصر ان الكره ترجع ان الجماهير ترجع وتلعب، سوري، ان الكره تتلعب لسه قصاد الجماهير ويبقى الاستاد مليان، ونبتدي بقى ايه يعني نرجع زي زمان، يرجع السلعة والمنتج بتاع بتاع كرة القدم بدون جمهور ما يبقاش سلعة الحقيقة مطلوبة، واحنا محتاجين اليومين دول. طب ان احنا نزود من الرعاة. المهندس خالد مرتجي هو حارس خزائن النادي الاهلي، امين الصندوق. كان الله في عون. وانا عارف انه يعني متطلبات كره القدم بتزيد جدا الفتره دي، او زايده جدا او مرتفعه جدا في كل حاجه. والله مش لكن كره القدم بس يا محمد، كل يعني خلينا نتكلم في كره القدم حاليا يعني، لكن انت طبعا عندك متطلبات في النادي كله اجتماعيا ورياضيا وكل الفرق بكل طبعا الاعمار السنيه، طبعا الله يكون في عونك يعني مؤكد يعني. لكن السؤال اللي كل الجماهير بتظل تساله عن غرامه كهربا، وكهربا كمان كل مباراه عن الثانيه بيثبت ان هو وكانه صفقه ممتعه وكبيره وجديده للنادي الاهلي، يعني ما شفناش كهربا عمرنا بالكفاءه دي بشكل مستقر في كل المباريات، وربنا يا رب يكملها معاه دايما بهذا الشكل. يعني البلان اللي انتوا حاطينه للقصه دي لمحمود كهربا. بص هقول لك حاجه، خلينا نتكلم ان النادي الاهلي اما جاب كهربا، كهربا كان جاي حر، يعني النادي الاهلي لم يخاطر النادي البرتغالي، كانش طرف تماما، لكن النادي الاهلي مش هيسيب كهربا ده اكيد، يعني هيبقى يعني لا يعني شايف انت لعيب ضحى وعمل وبتاع، فده ابن من ابنائنا مش هنسيبه على قد ما نقدر نعمل، لكن ايه اللي هيحصل، ايه البلان؟ اكيد احنا كهربا ده لعيب مهم،
وهنحاول نساعد على قدر الامكان، لكن في الاخر هي زي ما قلنا كده لازم الناس تفهم كويس قوي ان كهربا جه لعيب حر للنادي الاهلي. تمام. بس وان شاء الله باذن الله تعالى يعني خلال ايام المفترض الموضوع ده يخلص تماما. هو لازم يخلص يا عم. لازم يخلص يا محمد. يعني ما هو لازم في الاخر فيها حاجات اذا قرار اتحاد دولي ولابد ان هو يخلص، وفي نفس الوقت كهربا قادر ان شاء الله ان هو يخلصه، وباذن الله يتنقل تعالى النادي الاهلي اللي في استطاعته هيعمله. عمر لا كابتن خطيب ولا اي حد هيتاخر عن كهربا، لكن في حدود المقبول والمسموح، لان احنا طبعا اديك شايف الامور والمصادر الدخل والكلام ده كله مش احلى حاجه اليومين دول، خاصه بعد ارتفاع. لكن انت اكيد يعني قعدتوا مع كهربا وكل شيء متفق عليه، يعني الاهلي هيعمل ايه كنادي، هو اللعيب هيعمل ايه، والدنيا هتمشي ازاي. بص احنا عندنا مدير كوره محترم الكابتن عبد الحفيظ، واداره الكوره كابتن اشراف الكابتن خطيب، اكيد هم في بلان حاطينه في نفس في 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 يعني معاه، وربنا يقدره، ربنا يقدر محمود كهربا ان هو يقدر يدفع الغرابه دي باذن الله، والنادي الاهلي ان شاء الله يقدر يساعد. هتشاركنا بقى الهاشتاج تعالى نكسب افريقيا. تعالى نكسب افريقيا يا باشا. خلاص يبقى ده هيبقى السلوجان بتاعنا لغايه ما تاخدوا كاس افريقيا، ما فيهاش هزار. يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى، عشان نكسب جمهورنا، ويبقى باذن الله تعالى يبقى تاسع مره نشارك، ويبقى ال 11 كتسويق في افريقيا، ويبقى تاسع مره نشارك ان شاء الله في كاس العالم للانديه في السعوديه باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا.